السنة دي مؤسسة اليابان بتقدم بالتعاون مع مركز الإبداع الفني تابع لصندوق التنمية الثقافية، بنقدم زي كل سنة يعني أسبوع الفيلم الياباني. والموضوع السنة دي متميز عن كل سنة لأن هو بيقدم أفلام اخترناها بعناية علشان يتمثل فيها روح النهضة والإرادة القوية والحماس اللي عند اليابانيين إنهم نهضوا بلدهم بعد الحرب العالمية الثانية. ودي مقدمة زي هدية للشعب المصري علشان إحنا كمان كمصريين نبني بلدنا تبقى قوية وحديثة زي اليابان. النهاردة بيتكلم عن مهرجان أفلام يابانية. وبدأت مهرجان فيلم ياباني من امبارح. والحمد لله الناس كتير، الشعب المصري كتير قاعد في مهرجان فيلم ياباني. وامبارح فيلم موضوع شوية قاد بس فهموا الشعب المصري جيدا عن أفلام دا. ونتمنى أن الشعب المصري يستفيد من فيلم أفلام يابانية. أعتقد أن السينما اليابانية سينما متقدمة جدا، بدأت بمخرجين كبار زي أوزو أكيرا كيروساوا، وبالتحديد إحنا شفنا أفلام كتير لأكيرا كيروساوا في مصر زي كاجيموشا ظل المحارب، أو عرش الدم عن ماكبث لشيكسبير، وران عن الملك لير لشيكسبير. وأنا أعتقد أن الإخراج والسينمائي لكيروساوا الياباني لأعمال شيكسبير كانت أجمل كتير جدا من الأفلام شفتها لمخرجين إنجليز أو أمريكان أو روس حتى. السينما اليابانية متقدمة جدا بسبب تقدم صناعة السينما نفسها المعتمدة على الكاميرات وعلى الأجهزة والأدوات والتكنولوجيا الحديثة.